المرجان هي شجرة مهمة جدا، تقاوم الجفاف يعني وتقاوم الظروف المناخية الصعبة والحرارة. من هنا هي قد تكون شجرة المستقبل فيما يتعلق باستعمالها في إعادة التشجير أو في التشجير بالمناطق التي لم يكن فيها أشجار بفترة من الفترات، أو من الصعب أن يتم تشجيرها بأصناف أو بأصناف معينة. من هون أولا هي مساهمة لهذه الشجرة في مكافحة التصحر، في التأقلم مع التغير المناخي، بالإضافة أن تكون فضاءات نجعلها منتجة بدل أن تكون فضاءات متصحرة. كفلاحين استثمرنا في شجرة الأرقان وغرسناها الحمد لله وراهي ناجحة، وكاين إقبال فلاحين واحدين أخرين راهم يغرسوا. وفي هذا الملتقى كنا شغل المتدخلين دخلوا الأساس أنه شجرة الأرقان راهي الحمد لله اليوم في تندوف، وراهي في أضرار، وراهي في تيميمون، وراهي في الشلف، ورانا نشوفوها هنا في المنطقة تاع مستغانم، وراهي شجرة كبيرة الحمد لله وراهي تولد. كاين عندهم بيبينيير، نشوفوا باللي الشجرة كذلك مشات قدما للأمام إن شاء الله. في هذا الملتقى يجسد باللي شغل كانت هناك توصيات للسيد رئيس الجمهورية فيما يخص شجرة الأرقان، ونشوفوا باللي هذا الملتقى ما هو لا وصية من وصايا السيد رئيس الجمهورية عن طريق السيد وزير البحث العلمي اللي راح يرافق هذه الشجرة بالتقنيات العلمية. هذا الملتقى يعني نظم بشراكة ما بين جامعة وهران للتكنولوجيا وكذا جنة العارف، اللي احنا متواجدين في هذا الصرح الجميل لإحياء هذا الملتقى. فيما يخص محافظة الغابات لولاية مستغانم، يعني نحن نعتبر من المحافظات الرائدة في تطوير هذه الشجرة بعد ولاية تندوف، بحيث أننا فيه هناك عمل يعني نقوم به وفيه مشاريع اللي بدينا فيها، بحيث مثلا نعطي مثال أننا في هذه السنة سنة 2023 كان عندنا برنامج لتطوير شجرة الأرقان في بلدية ستيديا، هنا عندنا يعني مساحة كبيرة بحوالي فيها هكتارين فيها أكثر من 300 شجرة، زيادة على فيه مشروع لتوسعة هذا المكان، والآن نحن بصدد غرس حوالي 600 شجرة زيادة، مع يعني مع الحفاظ عليها بسياج تاعها للحفاظ عليها.